الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حجاج بيت الله، تركتكم في اللقاء الماضي في جبل عرفة، في جبل الرحمة، تركتكم في خير يوم طلعت عليه الشمس. فإياكم أن تضيعوا هذا الوقت بالقيل والقال، إياكم أن تضيعوا هذا اليوم بالمعصية والعياذ بالله، بالدخان ومعصية الله عز وجل، وبالبدع والضلالات والرقص والغناء. الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ذاك اليوم ليباهي بكم الملائكة، فإياكم أن يراكم الله عز وجل على بدعة أو على معصية والعياذ بالله. ترى الحاج يترك الذكر والدعاء ويخرج حتى يدخن السيجارة. انتبهوا يا حجاج بيت الله، انتبهوا، بارك الله فيكم، لا تضيعوا هذا ولا لحظة من لحظات هذا اليوم العظيم. نعم، بارك الله فيكم، وأكثروا فيه من الدعاء، أكثروا فيه من ذكر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، بارك الله فيكم، أكثروا من هذا الدعاء وأكثروا من ذكر الله عز وجل في هذا اليوم حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. فإذا ما غربت الشمس توجهوا بسكينة ووقار إلى الباصات حتى تتوجهوا إلى المزدلفة. إياكم أن تتركوا أماكنكم، إياكم أن تتركوا أماكنكم قبل غروب شمس ذاك اليوم. لا تستعجلوا، بارك الله فيكم، لن تتحرك الباصات بفضل الله عز وجل حتى تغرب الشمس. فلا تستعجلوا، بارك الله فيكم، واصبروا. السكينة السكينة كما أوصى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تتوجهون إلى المزدلفة، تنزلون فيها، تصلون فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، ثم تبيتون فيها، ولا يسن إقامة هذه الليلة حتى تستجمعوا قواكم لليوم التالي. ثم تصلون الفجر مع الجماعة، وتقفوا تدعون الله عز وجل، وقبل شروق الشمس تذهبون من مزدلفة. نعم، وقبل طلوع الشمس تخرجون من المزدلفة متجهين نحو جمرة العقبة لترموا الجمرة. نعم، بارك الله فيكم، سأقفها هنا، بارك الله فيكم، حتى نلتقي في لقاء قريب حتى نكمل هذه الرحلة الطيبة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.